فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: هل الذهب الذي يلبس يكون فيه الزكاة كالخواتم والسلاسل الصغيرة؟ إذا كان دون النصاب فليس فيه زكاة عند الجميع، ما إذا بلغ النصاب فأكثر، هذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه من جملة المستعملات والملبوسات ليس فيه زكاة. عند بعض المحدثين تجب فيه الزكاة للعمومات الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فمن زكاه من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهو أحسن. نعم.